هذه لعبة إيران دائما. إيران نجحت بحد كبير لإبعاد المعركة عن أرضها، وقام وهي تقوم باستخدام الشيعة العرب، الشباب الشيعة العرب كنار حطب لغرض دفع المعركة خارج إيران. وحتى عندما تضرب من داخل إيران ترسل رسائل تطمينية إلى إسرائيل أو إلى أمريكا بأن ضربتنا ستكون محدودة ولن تتوسع. وكما قلت نجحوا في نقل المعركة من داخل إيران إلى خارجها، ووقود هذا الحطب أو هذا الحطب الذي يحترق هذا الوقود هم شباب عراقيين وشباب سوريين وأفغان ولبنانيين على حساب مصلحة إيران، في حين لا نرى إلا نادرا إيرانيا يقتل هنا أو هناك. نعم. شباب العرب هم الذين يقتلون. وكذلك تستخدم الأموال المسروقة العراقية من تهريب النفط كما ذكرت، وبعض حلفائهم مثل حزب الاتحاد الكردستاني وشركة قيوان في جنوب العراق، وتورط لربما السيد باف الطلباني بالموضوع في تهريب النفط وتمويل هذه الميليشيات. يعني أصبح في العراق نعم. هناك التحالفات، هي تحالفات مو سياسية، تحالفات نفطية. تحالف نعم. باف الطلباني مع قيس الخزعلي تحالف نفطي لأجل سرقة النفط وليس لأجل السياسة.